سلام كويدة ديالي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة، وصفة ديال العدس بطريقتي. كنديرها دغيا كطيب، كنقدمو مرافق مع الكفتة ولا مع السردير كيكون مقلي مشرمل، ولا كنديرو مع السوسيس. هذا راه طبق معروف عندنا هنايا في المغرب، معروف في الدول العربية كلها. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة، تابعوني. مساء النور. اليوم قلت غندير شويه عديسه للوليدات، تبديت فيها وانا نقول بوكا با نشاركها معكم. دونك طريقتي انا في العدس ما كندير لا بصله مشلضه لا مطيشه عاديه، كندير مطيشه الحك. دونك كنقي العدس، كنغسلو مزيان، تندير فيه الماء، كنرمي الثومه كثيره لان ولادي ما كياكلهاش في ماكله اخرى. دونك كنمعسها، من بعد ملي كطيب كنمعسها في الجناب ديال الكوكوط. غنزيد مليحه، كمون، تحميره، بزار وزيت العود. صافي هادشي اللي غندير، ومعلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحك طوماط كونسونطري. صافي، وكنسد عليه حتى كيطيب وكنحطو ليهم. ملي كيطيب كنزيد نمعس هذيك الثومه ونزيد عليه زيت العود كثيره باش كنقدر كنعرف بينه كلاو الثومه وزيت العود. فوالا، دونك تابعوا معنا. وغتشوفنا غنزيدو الملحه، ما تخافوش الملح راه ما لحاش بزاف، باقي غادي خص الدراري نزيدهم. دونك غنزيد التحميره، فوالا. دونك جهد ديال معلقه صغيره عامره، الكمون كذلك، فوالا حتى هو جهد ديال معلقه صغيره. غنضيف زيت العود، زيت البروس، غنضيفو المطيشه ديال كونسونطري، غنضيفو واحد الضامة ديال البنة ديال البقري، ها هي، فوالا. وغادي نزيدو زيت العود، زيت البلدية أو زيت الزيتون. في دونك فهاد المرحلة ها هو زيت الزيتون، راه هي ضامة ديال البنة ديال البقري. كنديرها، كندير الثومة كنكترها بزاف، كندير مطيشة الحك معلقة كبيرة، الكمون وتحميرة ومليحة، وكنسد عليهم. دونك سكيفي الجهد اللي غادي يطيب، هلا غادي نسد عليهم الجهد اللي غادي يطيبو. دونك نحس بها طابت، صافي، ونحلها ونوريكم طبق التقديم. دونك في المنظر داير بحال الحريره حامضه، حريره مقومه عندنا هنايا في المغرب، كرت ولدي بغاها. دونك غادي نسد على هادشي، غادي يطيب. غنقول لكم المده ديال الوقت شحال طاب. انا بالنسبه لهاد العدس اللي كنشري دغيا كيطيب، دونك ردوا بالكم. غادي نسد عليه في كوكوط، اون فوا يطيب غادي نمعس ديك الثومه في الجناب، وغنزيد زيت العود. هنا هادي هي الوجبه اللي كنقدر نكثر لهم الثومه وزيت العود، وكياكلوها بلا ما يقولوا لا كان غير جلاميش. فوالا، ملي كيطيب ها نتوما شتي الثومه، كنمشي كن ندير لها كنورك عليها في الجناب. عاد كنخلط، كنزيد زيت العود، كنكثرها مع هذا البرد، فوالا. كنستمر هكا حتى كنمعس دوك الثومات كلهم، عاد نخلطهم مع العدس. سمحوا لي على الاضاءه، راه شويه راسي اللي مغطي الضو. فوالا، ارتفعت عليه من قبيله، سي بون. كنحرك الكل، كنزيد زيت الزيتون، زيت العود، كنكثرها ليهم مع الثومه. صافي، وكنحط ليهم. هما ولفوا هاد الطريقه، دونك كتعجبهم. اللي طيب ليهم كيقول لهم لا بغينا عديسه ديال ماما. ودابا حطينا في طبق التقديم، كنزيد زيت الزيتون كيف قلت لكم باش يقدروا ياكلوا ولادي. سمحوا لي على الاضاءه، في داك لا فيديو كانت الكوزينه عندي مظلمه وانا مغطيه براسي الضو. دونك فوالا، ها هو فاش درتو في طبق التقديم. سي لا سول فاسون باش ياكلوا لي الثومه وزيت العود او زيت الزيتون كيف ما بغيت انايا. دونك نتمنى ان شاء الله الا عجبتكم الوصفه شاركوا في القناه، انضموا الى عائلتنا، وفعلوا الجرس، ولايكيو، وبارطاجيو، واستودعكم الله.